حلت مملكه البحرين في المركز الاول على المستوى الدولي في نسبه المدارس الحاصله على لقب المدارس الحاضنه للتكنولوجيا من شركه مايكروسوفت الدوليه. نعم وتمكنت 36 مدرسه من مدارس مملكه البحرين من اثبات تميز ممارساتها في توظيف التكنولوجيا في التعليم طبقا لمعايير شركه مايكروسوفت. جهود حثيثه تسعى مملكه البحرين من خلالها الى تطوير التعليم ومخرجاته. عبر تطبيق تقنيات التعليم الحديثه في المدارس ويعد مشروع مدارس المستقبل احد اهم هذه الجهود بهدف تحويلها الى مدارس ذكيه تعتمد على التكنولوجيا في جميع الجوانب العلميه والعمليه شهدت المدارس الحكوميه في المملكه تطورا تقنيا كبيرا خلال السنوات الاخيره وثمره هذا التطور هو تصدر مملكه البحرين مؤشر عدد المدارس الحاصله على لقب المدرسه الحاضنه للتكنولوجيا وحلّت مملكة البحرين الأولى على المستويين الخليجي والعربي، والثالثة على المستوى الدولي، من حيث عدد المدارس التي حصلت على هذا اللقب. وذلك من خلال تمكّن 36 مدرسة من مدارس مملكة البحرين من إثبات تميّز ممارستها في توظيف التكنولوجيا في التعليم، طبقًا لمعايير شركة مايكروسوفت. هذا الانجاز ياتي بعد مرحله متواصله من التطوير والاعداد والتدريب التي قامت بها وزاره التربيه والتعليم لخوض عمليات التقييم للحصول على لقب المدارس الحاضنه للتكنولوجيا وحتما ستستمر هذه الجهود في سبيل تطوير التعليم في مملكه البحرين وتوفير تجربه تعليميه مثاليه باحدث التقنيات التعليميه لجيل واعد وقادر على مواكبه العالم